أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم. قال إسحاق أخبرنا وقال الآخران حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت: كان إحدانا إذا كانت حائضا أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم فتأتزر بإزار ثم يباشرها. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني، حا، وحدثني علي بن حجر السعدي، واللفظ له، أخبرنا علي بن مسهر، أخبرنا أبو إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود، عن أبيه عن عائشة قالت: كان إحدانا إذا كانت حائضا أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تأتزر في فور حيضتها ثم يباشرها. قالت: وأيكم يملك إربه؟ كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك إربه. حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا خالد بن عبد الله عن الشيباني عن عبد الله بن شداد. عن ميمونة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشر نساءه فوق الإزار وهن حيض حدثني أبو الطاهر أخبرنا ابن وهب عن مخرمة حا وحدثنا هارون بن سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى قالا حدثنا ابن وهب أخبرني مخرمة عن أبيه عن كريب مولى بن عباس قال سمعت ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضجع معي وانا حائض وبيني وبينه ثوب حدثنا محمد بن المثنى حدثنا معاذ بن هشام حدثني ابي عن يحيى بن ابي كثير حدثنا ابو سلمة بن عبد الرحمن ان زينب بنت ام سلمه حدثته ان ام سلمه حدثتها قالت بينما انا مضطجعه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخميله اذ حضت فانسللت فاخذت ثياب حيضتي فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم انفست قلت نعم فدعاني فاضطجعت معه في الخميله قالت وكانت هي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسلان في الاناء الواحد من الجنابه حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك عن ابن شهاب عن عروه عن عمره عن عائشه قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اعتكف يدني الي راسه فارجله وكان لا يدخل البيت الا لحاجة الانسان. وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث حا وحدثنا محمد بن رمح قال: اخبرنا الليث عن ابن شهاب عن عروة وعمرة بنت عبد الرحمن ان عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: ان كنت لادخل البيت للحاجة والمريض فيه فما اسال عنه الا وانا ماره وان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل علي راسه وهو في المسجد فارجله وكان لا يدخل البيت الا لحاجه اذا كان معتكفا وقال ابن رمح اذا كانوا معتكفين وحدثني هارون بن سعيد الايلي حدثنا ابن وهب أخبرني عمرو بن الحارث عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل، عن عروة بن الزبير، عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إلي رأسه من المسجد وهو مجاور، فأغسله وأنا حائض". وحدثنا يحيى بن يحيى اخبرنا ابو خيثمه عن هشام اخبرنا عروه عن عائشه انها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدني الي راسه وانا في حجرتي فارجل راسه وانا حائض حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه حدثنا حسين بن علي عن زائده عن منصور عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة قالت: كنت أغسل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض. وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو كُريب. قال يحيى أخبرنا، وقال الآخران: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش، عن ثابت بن عبيد، عن القاسم بن محمد. عن عائشة قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ناوليني الخمرة من المسجد. قالت فقلت: إني حائض. فقال: إن حيضتك ليست في يدك. حدثنا أبو كُريب، حدثنا ابن أبي زائدة، عن حجاج وابن أبي غنية، عن ثابت بن عبيد، عن القاسم بن محمد، عن عائشة قالت: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أناوله الخمرة من المسجد، فقلت إني حائض، فقال: تناوليها، فإن الحيضة ليست في يدك. وحدثني زهير بن حرب، وأبو كامل، ومحمد بن حاتم، كلهم عن يحيى بن سعيد، قال زهير: حدثنا يحيى عن يزيد بن كيسان، عن أبي حازم عن أبي هريرة، قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، فقال يا عائشة ناوليني الثوب، فقالت: إني حائض، فقال: إن حيضتك ليست في يدك، فناولته. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب، قالا حدثنا وكيع عن مسعر وسفيان عن المقدام بن شريح عن أبيه عن عائشة قالت: كنت أشرب وأنا حائض، ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم، فيضع فاه على موضع في، فيشرب، وأتعرق العرق وأنا حائض، ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم، فيضع فاه على موضع في. ولم يذكر زهير فيشرب حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا داود بن عبد الرحمن المكي عن منصور عن أمه عن عائشة أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري وأنا حائض فيقرأ القرآن وحدثني زهير بن حرب حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا حماد بن سلمة حدثنا ثابت عن أنس أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يآكلوها ولم يجامعوهن في البيوت فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض الى اخر الايه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء الا النكاح فبلغ ذلك اليهود فقالوا ما يريد هذا الرجل ان يدع من امرنا شيئا الا خالفنا فيه فجاء اسيد بن حضير وعباد بن بشر فقالا يا رسول الله ان اليهود تقول كذا وكذا فلا نجامعهن فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ظننا ان قد وجد عليهما فخرجا فاستقبلهما هديه من لبن الى النبي صلى الله عليه وسلم فارسل في اثارهما فسقاهما فعرفا ان لم يجد عليهما حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع وأبو معاوية وهشيم عن الأعمش عن منذر بن يعلى ويكنى أبا يعلى عن ابن الحنفية عن علي قال كنت رجلا مذاء وكنت أستحي أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال يغسل ذكره ويتوضأ. وحدثنا يحيى بن حبيب الحارثي، حدثنا خالد يعني بن الحارث، حدثنا شعبة: أخبرني سليمان قال: سمعت منذرا عن محمد بن علي، عن علي أنه قال: استحييت أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المذي من أجل فاطمة. فامرت المقداد فساله فقال منه الوضوء وحدثني هارون بن سعيد الايلي واحمد بن عيسى قالا حدثنا ابن وهب اخبرني مخرمه بن بكير عن ابيه عن سليمان بن يسار عن ابن عباس قال قال علي بن ابي طالب أرسلنا المقداد بن الأسود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن المزي يخرج من الإنسان كيف يفعل به فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ وانضح فرجك حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قالا حدثنا وكيع عن سفيان عن سلمة بن كهيل عن كُريبٍ عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قام من الليل فقضى حاجته، ثم غسل وجهه ويديه، ثم نام. حدثنا يحيى بن يحيى التميمي ومحمد بن رمح، قالا: أخبرنا الليث، حا، وحدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ليث عن ابن شهاب، عن ابي سلمه بن عبد الرحمن عن عائشه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد ان ينام وهو جنب توضا وضوءه للصلاه قبل ان ينام حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه حدثنا ابن عليه ووكيع وغندر عن شعبه عن الحكم عن ابراهيم عن الاسود عن عائشه قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان جنباً فأراد أن يأكل أو ينام، توضأ وضوءه للصلاة. حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قالا: حدثنا محمد بن جعفر حا وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد. قال ابن المثنى في حديثه حدثنا الحكم سمعت إبراهيم يحدث وحدثني محمد بن أبي بكر المقدمي وزهير بن حرب قالا حدثنا يحيى وهو ابن سعيد عن عبيد الله حا وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير واللفظ لهما قال ابن نمير حدثنا أبي وقال أبو بكر حدثنا أبو أسامة قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن عمر قال يا رسول الله أيرقد أحدنا وهو جنب قال نعم إذا توضأ وحدثنا محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق عن ابن جريج أخبرني نافع عن ابن عمر أن عمر استفتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل ينام أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم، ليتوضأ ثم لينم حتى يغتسل إذا شاء. وحدثني يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر قال: ذكر عمر بن الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه تصيبه جنابة من الليل، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: توضأ واغسل ذكرك ثم نم. حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ليث عن معاوية بن صالح، عن عبد الله بن أبي قيس قال: سألت عائشة عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر الحديث: قلت كيف كان يصنع في الجنابة؟ أكان يغتسل قبل أن ينام أم ينام قبل أن يغتسل؟ قالت: كل ذلك قد كان يفعل، ربما اغتسل فنام، وربما توضأ فنام، قلت: الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة. وحدثنيه زهير بن حرب حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حا وحدثنيه هارون بن سعيد الايلي، حدثنا ابن وهب جميعا عن معاوية بن صالح بهذا الاسناد مثله. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا حفص بن غياث، حا، وحدثنا أبو كريب أخبرنا ابن أبي زائدة، حا، وحدثني عمرو الناقد وابن نمير، قالا حدثنا مروان بن معاويه الفزاري كلهم عن عاصم عن ابي المتوكل عن ابي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اتى احدكم اهله ثم اراد ان يعود فليتوضا زاد ابو بكر في حديثه بينهما وضوءا وقال ثم اراد ان يعاود وحدثنا الحسن بن أحمد بن أبي شعيب الحراني، حدثنا مسكين يعني ابن بكير الحذاء، عن شعبة، عن هشام بن زيد، عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه بغسل واحد. وحدثني زهير بن حرب، حدثنا عمر بن يونس الحنفي، حدثنا عكرمة بن عمار، قال قال اسحاق بن ابي طلحه حدثني انس بن مالك قال جاءت ام سليم وهي جده اسحاق الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت له وعائشه عنده يا رسول الله المراه ترى ما يرى الرجل في المنام فترى من نفسها ما يرى الرجل من نفسه فقالت عائشه يا ام سليم فضحت النساء تربت يمينك. فقال لعائشة: بل أنت فتربت يمينك. نعم فلتغتسل يا أم سليم إذا رأت ذاك. حدثنا عباس بن الوليد، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا سعيد عن قتادة أن أنس بن مالك حدثهم أن أم سليم حدثت: أنها سألت نبي الله صلى الله عليه وسلم عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأت ذلك المرأة فلتغتسل. فقالت أم سليم: واستحييت من ذلك. قالت: وهل يكون هذا؟ فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: نعم، فمن أين يكون الشبه؟ ان ماء الرجل غليظ ابيض وماء المراه رقيق اصفر فمن ايهما على او سبق يكون منه الشبه حدثنا داود بن رشيد حدثنا صالح بن عمر حدثنا ابو مالك الاشجعي عن انس بن مالك قال سالت امراه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل في منامه، فقال: إذا كان منها ما يكون من الرجل فلتغتسل. وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي: أخبرنا أبو معاوية عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن زينب بنت أبي سلمة، عن أم سلمة قالت: جاءت أم سليم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم إذا رأت الماء فقالت أم سلمة يا رسول الله وتحتلم المرأة فقال تربت يداك فبما يشبهها ولدها حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قالا: حدثنا وكيع حا وحدثنا ابن أبي عمر، حدثنا سفيان جميعا عن هشام بن عروة بهذا الإسناد مثل معناه، وزاد قالت قلت فضحت النساء. وحدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث: حدثني أبي عن جدي. حدثني عقيل بن خالد عن ابن شهاب أنه قال: أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته: أن أم سليم أم بني أبي طلحة دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث هشام، غير أن فيه قال: قالت عائشة فقلت لها: أف لك أترى المرأة ذلك. حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي وسهل بن عثمان وأبو كُريب واللفظ لأبي كُريب، قال سهل حدثنا، وقال الآخران: أخبرنا ابن أبي زائدة عن أبيه، عن مصعب بن شيبة، عن مسافع بن عبد الله، عن عروة بن الزبير، عن عائشة، ان امراه قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم هل تغتسل المراه اذا احتلمت وابصرت الماء فقال نعم فقالت لها عائشه تربت يداك والت قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعيها وهل يكون الشبه الا من قبل ذلك اذا علا ماؤها ماء الرجل اشبه الولد اخواله وإذا على ماء الرجل ماءها أشبه أعمامه حدثني الحسن بن علي الحلواني حدثنا أبو توبة وهو الربيع بن نافع حدثنا معاوية يعني ابن سلام عن زيد يعني أخاه أنه سمع أبا سلام قال حدثني أبو أسماء الرحبي ان ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثه قال كنت قائما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء حبر من احبار اليهود فقال السلام عليك يا محمد فدفعته دفعه كاد يصرع منها فقال لم تدفعني فقلت الا تقول يا رسول الله فقال اليهودي إنما ندعوه باسمه الذي سماه به أهله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن اسمي محمد الذي سماني به أهلي. فقال اليهودي: جئت أسألك. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أينفعك شيء إن حدثتك؟ قال: أسمع بأذني. فنكت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعود معه، فقال: سل. فقال اليهودي: أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هم في الظلمة دون الجسر. قال: فمن أول الناس إجازة؟ قال: فقراء المهاجرين. قال اليهودي: فما تحفتهم حين يدخلون الجنة؟ قال: زيادة كبد النون. قال: فما غذاؤهم على إثرها؟ قال ينحر لهم ثور الجنه الذي كان ياكل من اطرافها قال فما شرابهم عليه قال من عين فيها تسمى سلسبيلا قال صدقت قال وجئت اسالك عن شيء لا يعلمه احد من اهل الارض الا نبي او رجل او رجلان قال ينفعك ان حدثتك قال اسمع باذني قال جئت اسالك عن الولد قال ماء الرجل أبيض وماء المرأة أصفر فإذا اجتمعا فعلى مني الرجل مني المرأة أذكرا بإذن الله وإذا على مني المرأة مني الرجل آنفا بإذن الله قال اليهودي لقد صدقت وإنك لنبي ثم انصرف فذهب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد سالني هذا عن الذي سالني عنه وما لي علم بشيء منه حتى اتاني الله به وحدثنيه عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي اخبرنا يحيى بن حسان حدثنا معاويه بن سلام في هذا الاسناد بمثله غير انه قال كنت قاعدا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال زائده كبد النون وقال اذكر وانث ولم يقل اذكرا وانثا حدثنا يحيى بن يحيى التميمي حدثنا ابو معاويه عن هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اغتسل من الجنابه يبدا فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضا وضوءه للصلاه ثم ياخذ الماء فيدخل اصابعه في اصول الشعر حتى اذا راى ان قد استبرا حفن على راسه ثلاث حفنات ثم افاض على سائر جسده ثم غسل رجليه وحدثناه قتيبه بن سعيد وزهير بن حرب قال حدثنا جرير حا وحدثنا علي بن حجر، حدثنا علي بن مسهر، حا، وحدثنا أبو كريب، حدثنا ابن نمير كلهم عن هشام في هذا الإسناد، وليس في حديثهم غسل الرجلين وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا وكيع حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من الجنابة فبدأ فغسل كفيه ثلاثا ثم ذكر نحو حديث أبي معاوية ولم يذكر غسل الرجلين وحدثناه عمرو الناقد حدثنا معاوية بن عمرو حدثنا زائدة عن هشام قال اخبرني عروه عن عائشه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا اغتسل من الجنابه بدا فغسل يديه قبل ان يدخل يده في الاناء ثم توضأ مثل وضوئه للصلاه وحدثني علي بن حجر السعدي حدثني عيسى بن يونس حدثنا الاعمش عن سالم بن ابي الجعد عن كريب عن ابن عباس قال حدثتني خالتي ميمونه قالت ادنيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسله من الجنابه فغسل كفيه مرتين او ثلاثا ثم ادخل يده في الاناء ثم افرغ به على فرجه وغسله بشماله ثم ضرب بشماله الارض فدلكها دلكا شديدا ثم توضأ وضوءه للصلاة، ثم أفرغ على رأسه ثلاث حفنات ملء كفه، ثم غسل سائر جسده، ثم تنحى عن مقامه ذلك، فغسل رجليه، ثم أتيته بالمنديل فرده. وحدثنا محمد بن الصباح، وأبو بكر بن أبي شيبة، وأبو كريب والأشج وإسحاق، كلهم عن وكيع. حا وحدثناه يحيى بن يحيى وأبو كُريب، قالا: حدثنا أبو معاوية كلاهما عن الأعمش بهذا الإسناد، وليس في حديثهما إفراغ ثلاث حفنات على الرأس، وفي حديث وكيع وصف الوضوء كله، يذكر المضمضة والاستنشاق فيه، وليس في حديث أبي معاوية ذكر المنديل. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن إدريس عن الأعمش عن سالم عن كريب عن ابن عباس عن ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بمنديل فلم يمسه وجعل يقول بالماء هكذا يعني ينفضه وحدثنا محمد بن المثنى العنزي حدثني ابو عاصم عن حنظله بن ابي سفيان عن القاسم عن عائشه قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اغتسل من الجنابه دعا بشيء نحو الحلاب فاخذ بكفه بدا بشق راسه الايمن ثم الايسر ثم اخذ بكفيه فقال بهما على راسه وحدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، عن عائشة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من إناء هو الفرق من الجنابة. حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ليث، حا، وحدثنا ابن رمح، أخبرنا الليث، حا، وحدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان كلاهما عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل في القدح وهو الفرق وكنت أغتسل أنا وهو في الإناء الواحد وفي حديث سفيان من اناء واحد قال قتيبه قال سفيان والفرق ثلاثه اصع وحدثني عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثني ابي قال حدثنا شعبه عن ابي بكر بن حفص عن ابي سلمة بن عبد الرحمن قال دخلت على عائشه انا واخوها من الرضاعه فسألها عن غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة، فدعت بإناء قدر الصاع فاغتسلت، وبيننا وبينها ستر، وأفرغت على رأسها ثلاثة، قال: وكان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يأخذن من رؤوسهن حتى تكون كالوفرة. حدثنا هارون بن سعيد الأيلي، حدثنا ابن وهب أخبرني مخرمة بن بكير عن أبيه عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: قالت عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل بدأ بيمينه فصب عليها من الماء فغسلها، ثم صب الماء على الأذى الذي به بيمينه، وغسل عنه بشماله، حتى إذا فرغ من ذلك صب على رأسه. قالت عائشة: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد ونحن جنبان. وحدثني محمد بن رافع حدثنا شبابه، حدثنا ليث عن يزيد عن عراك عن حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر، وكانت تحت المنذر بن الزبير، أن عائشة أخبرتها أنها كانت تغتسل هي والنبي صلى الله عليه وسلم في إناء واحد يسع ثلاثة أمداد أو قريبا من ذلك. حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال: حدثنا أفلح بن حميد عن القاسم بن محمد، عن عائشة قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تختلف ايدينا فيه من الجنابه وحدثنا يحيى بن يحيى اخبرنا ابو خيثمه عن عاصم الاحول عن معاذه عن عائشه قالت كنت اغتسل انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من اناء بيني وبينه واحد فيبادرني حتى اقول دع لي دع لي قالت وهما جنبان وحدثنا قتيبه بن سعيد وابو بكر بن ابي شيبه جميعا عن ابن عيينه قال قتيبه حدثنا سفيان عن عمرو عن ابي الشعفاء عن ابن عباس قال اخبرتني ميمونه انها كانت تغتسل هي والنبي صلى الله عليه وسلم في اناء واحد وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن حاتم، قال إسحاق أخبرنا، وقال ابن حاتم: حدثنا محمد بن بكر، أخبرنا ابن جريج: أخبرني عمرو بن دينار، قال أكبر علمي والذي يخطر على بالي أن أبا الشعثاء أخبرني أن ابن عباس أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونه حدثنا محمد بن المثنى حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني ابي عن يحيى بن ابي كثير حدثنا ابو سلمه بن عبد الرحمن ان زينب بنت ام سلمه حدثته ان ام سلمه حدثتها قالت كانت هي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسلان في الإناء الواحد من الجنبة. حدثنا عبيد الله بن معاذ، حدثنا أبي حا وحدثنا محمد بن المثنى، حدثنا عبد الرحمن يعني بن مهدي، قالا: حدثنا شعبة عن عبد الله بن عبد الله بن جبر، قال سمعت أنسًا يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل بخمس مكاكيك ويتوضأ بمكوك، وقال ابن المثنى بخمس مكاكي، وقال ابن معاذ عن عبد الله بن عبد الله ولم يذكر ابن جبر. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا وكيع عن مسعر، عن ابن جبر عن انس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضا بالمد ويغتسل بالصاع الى خمسه امداد وحدثنا ابو كامل الجحدري وعمر بن علي كلاهما عن بشر بن المفضل قال ابو كامل حدثنا بشر حدثنا ابو ريحانه عن سفينه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسله الصاع من الماء من الجنابه ويوضئه المد وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا ابن علية حا وحدثني علي بن حجر حدثنا إسماعيل عن أبي ريحانة عن سفينة قال أبو بكر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع ويتطهر بالمد وفي حديث ابن حجر او قال ويطهره المد وقال وقد كان كبر وما كنت اثق بحديثه حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبه بن سعيد وابو بكر بن ابي شيبه قال يحيى اخبرنا وقال الاخران حدثنا ابو الاحوص عن ابي اسحاق عن سليمان بن سرد عن جبير بن مطعم قال: تماروا في الغسل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال بعض القوم: اما انا فاني اغسل راسي كذا وكذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اما انا فاني افيض على راسي ثلاث اكف. وحدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن سليمان بن سرد عن جبير بن مطعم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر عنده الغسل من الجنابة فقال أما أنا فأفرغ على رأسي ثلاثا وحدثنا يحيى بن يحيى وإسماعيل بن سالم قالا أخبرنا هشيم عن أبي بشر، عن أبي سفيان، عن جابر بن عبد الله، أن وفد ثقيف سألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: إن أرضنا أرض باردة، فكيف بالغسل؟ فقال: أما أنا فأفرغ على رأسي ثلاثا. قال ابن سالم في روايته: حدثنا هشيم، أخبرنا أبو بشر، وقال ان وفد ثقيف قالوا يا رسول الله وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الوهاب يعني الثقفي حدثنا جعفر عن ابيه عن جابر بن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اغتسل من جنابه صب على راسه ثلاث حفنات من ماء فقال له الحسن بن محمد ان شعري كثير قال جابر فقلت له يا ابن اخي كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم اكثر من شعرك واطيب حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وعمر الناقد واسحاق بن ابراهيم وابن ابي عمر كلهم عن ابن عيينه قال اسحاق أخبرنا سفيان عن أيوب بن موسى عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة عن أم سلمة قالت قلت يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي فأنقضه لغسل الجنابة قال لا إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حفيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين. وحدثنا عمرو الناقد حدثنا يزيد بن هارون حا وحدثنا عبد بن حميد اخبرنا عبد الرزاق قالا اخبرنا الثوري عن ايوب بن موسى في هذا الاسناد وفي حديث عبد الرزاق فانقضه للحيضه والجنابه فقال لا. ثم ذكر بمعنى حديث ابن عيينة وحدثنيه أحمد الدارمي حدثنا زكريا بن عدي حدثنا يزيد يعني ابن زريع عن روح بن القاسم حدثنا أيوب بن موسى بهذا الإسناد وقال أفأحله فأغسله من الجنابة ولم يذكر الحيضة وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن حجر جميعا عن ابن علية قال يحيى أخبرنا إسماعيل بن علية عن أيوب عن أبي الزبير عن عبيد بن عمير قال بلغ عائشة أن عبد الله بن عمرو يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن فقالت يا عجبا لابن عمرو هذا يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن، أفلا يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن؟ لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، ولا أزيد على أن أفرغ على رأسي ثلاث إفراغات. حدثنا عمرو بن محمد الناقد وابن أبي عمر جميعا عن ابن عيينة. قال عمرو حدثنا سفيان بن عيينه عن منصور بن صفيه عن امه عن عائشه قالت سالت امراه النبي صلى الله عليه وسلم كيف تغتسل من حيضتها قال فذكرت انه علمها كيف تغتسل ثم تاخذ فرصه من مسك فتطهر بها قالت كيف اتطهر بها قال تطهري بها سبحان الله واستتر، وأشار لنا سفيان بن عيينة بيده على وجهه. قال: قالت عائشة: واجتذبتها إلي، وعرفت ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت: تتبعي بها أثر الدم. وقال ابن أبي عمر في روايته: فقلت تتبعي بها آثار الدم. وحدثني أحمد بن سعيد الدارمي حدثنا حبان، حدثنا وهيب، حدثنا منصور عن أمه عن عائشة أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم كيف أغتسل عند الطهر؟ فقال: خذي فرصة ممسكة فتوضئي بها، ثم ذكر نحو حديث سفيان. حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن إبراهيم بن المهاجر قال سمعت صفية تحدث عن عائشة أن أسماء سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسل المحيض فقال تأخذ إحدى كن ماءها وسدرتها فتطهر فتحسن الطهور ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكا شديدا حتى تبلغ شؤون رأسها، ثم تصب عليها الماء، ثم تأخذ فرصة ممسكة فتطهر بها. فقالت أسماء: وكيف تطهر بها؟ فقال: سبحان الله، تطهرين بها. فقالت عائشة: كأنها تخفي ذلك، تتبعين أثر الدم. وسألته عن غسل الجنابة، فقال: تأخذ ماء فتطهر. فتحسن الطهور او تبلغ الطهور ثم تصب على راسها فتدلكه حتى تبلغ شؤون راسها ثم تفيض عليها الماء فقالت عائشه نعم النساء نساء الانصار لم يكن يمنعهن الحياء ان يتفقهن في الدين وحدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا ابي حدثنا شعبه في هذا الاسناد نحوه وقال قال سبحان الله تطهري بها واستتر وحدثنا يحيى بن يحيى وابو بكر بن ابي شيبه كلاهما عن ابي الاحوص عن ابراهيم بن مهاجر عن صفيه بنت شيبه عن عائشه قالت دخلت اسماء بنت شكل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله كيف تغتسل احدانا اذا طهرت من الحيض وساق الحديث ولم يذكر فيه غسل الجنابه وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وابو كريب قال حدثنا وكيع عن هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه قالت جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني امرأة أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة فقال لا إنما ذلك عرق وليس بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا عبد العزيز بن محمد وأبو معاوية، حا، وحدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا جرير، حا، وحدثنا ابن نمير، حدثنا أبي، حا، وحدثنا خلف بن هشام، حدثنا حماد بن زيد، كلهم عن هشام بن عروة، بمثل حديث وكيع وإسناده، وفي حديث قتيبة عن جرير، جاءت فاطمة بنت أبي حبيش بن عبد المطلب بن أسد، وهي امرأة منا، قال: وفي حديث حماد بن زيد زيادة حرف تركنا ذكره. حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ليث، حا، وحدثنا محمد بن رمح، أخبرنا الليث عن ابن شهاب، عن عروة عن عائشة أنها قالت: استفتت أم حبيبة بنت جحش رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: إني أستحاض، فقال: إنما ذلك عرق فاغتسلي ثم صلي، فكانت تغتسل عند كل صلاة. قال الليث بن سعد: لم يذكر ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أم حبيبة بنت جحش أن تغتسل عند كل صلاة. ولكنه شيء فعلته هي، وقال ابن رمح في روايته: ابنة جحش، ولم يذكر أم حبيبة. وحدثنا محمد بن سلمة المرادي، حدثنا عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث، عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، وعمرة بنت عبد الرحمن، عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أن أم حبيبة بنت جحش ختنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحت عبد الرحمن بن عوف استحيضت سبع سنين، فاستفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذه ليست بالحيضة، ولكن هذا عرق فاغتسلي وصلي. قالت عائشة: فكانت تغتسل في مركن في حجرة أختها زينب بنت جحش حتى تعلو حمرة الدم الماء قال ابن شهاب فحدثت بذلك أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام فقال يرحم الله هندا لو سمعت بهذه الفتية والله إن كانت لتبكي لأنها كانت لا تصلي وحدثني أبو عمران محمد بن جعفر بن زياد أخبرنا إبراهيم يعني ابن سعد عن ابن شهاب عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة قالت: جاءت أم حبيبة بنت جحش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت استحيضت سبع سنين بمثل حديث عمرو بن الحارث إلى قوله تعلو حمرة الدم الماء ولم يذكر ما بعده. وحدثني محمد بن المثنى حدثنا سفيان بن عيينه عن الزهري عن عمرة عن عائشة أن ابنة جحش كانت تستحاض سبع سنين بنحو حديثهم. وحدثنا محمد بن رمح أخبرنا الليث حا وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث عن يزيد بن ابي حبيب عن جعفر عن عراك عن عروه عن عائشه انها قالت ان ام حبيبه سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدم فقالت عائشه رايت مركنها ملان دما فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي وصلى حدثنا موسى بن قريش التميمي حدثنا اسحاق بن بكر بن مضر حدثني ابي حدثني جعفر بن ربيعه عن عراك بن مالك عن عروه بن الزبير عن عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت ان ام حبيبه بنت جحش التي كانت تحت عبد الرحمن بن عوف شكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الدم، فقال لها: امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك، ثم اغتسلي، فكانت تغتسل عند كل صلاة. حدثنا أبو الربيع الزهراني، حدثنا حماد عن أيوب، عن أبي قلابة، عن معاذة حا، وحدثنا حماد عن يزيد الرشك. عن معاذة أن امرأة سألت عائشة فقالت أتقضي إحدان الصلاة أيام محيضها فقالت عائشة أحرورية أنت قد كانت إحدانا تحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لا تؤمر بقضاء وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن يزيد قال سمعت معاذة أنها سألت عائشة: أتقضي الحائض الصلاة؟ فقالت عائشة: أحرورية أنت؟ قد كن نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم يحضن، أفأمرهن أن يجزين؟ قال محمد بن جعفر: تعني يقضين. وحدثنا عبد بن حميد أخبرنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر عن عاصم، عن معاذة قالت: سألت عائشة فقلت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: أحرورية أنت؟ قلت: لست بحرورية، ولكني أسأل. قالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم، ولا نؤمر بقضاء الصلاة. وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك عن ابي النضر ان ابا مره مولى ام هانئ بنت ابي طالب اخبره انه سمع ام هانئ بنت ابي طالب تقول ذهبت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمه ابنته تستره بثوب حدثنا محمد بن رمح بن المهاجر اخبرنا الليث عن يزيد بن ابي حبيب عن سعيد بن ابي هند ان ابا مره مولى عقيل حدثه ان ام هانئ بنت ابي طالب حدثته انه لما كان عام الفتح اتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو باعلى مكه قام رسول الله صلى الله عليه وسلم الى غسله فسترت عليه فاطمة ثم أخذ ثوبه فالتحف به، ثم صلى ثمان ركعات سبحة الضحى. وحدثناه أبو كريب حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير عن سعيد بن أبي هند بهذا الإسناد، وقال: فسترته ابنته فاطمة بثوبه، فلما اغتسل أخذه فالتحف به. ثم قام فصلى ثمان سجدات وذلك ضحى. حدثنا اسحاق بن ابراهيم الحنظلي اخبرنا موسى القارئ حدثنا زائدة عن الاعمش عن سالم بن ابي الجعد عن كريب عن ابن عباس عن ميمونة قالت: وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم ماء وسترته فاغتسل. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا زيد بن الحباب عن الضحاك بن عثمان قال: أخبرني زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري، عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا المرأة إلى عورة المرأة، ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد. ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد. وحدثنيه هارون بن عبد الله ومحمد بن رافع قالا: حدثنا ابن ابي فديك، اخبرنا الضحاك بن عثمان بهذا الاسناد، وقالا مكان عورة: عرية الرجل وعُريت المرأة. وحدثنا محمد بن رافع: حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أحاديث منها: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كانت بنو إسرائيل يغتسلون عراة، ينظر بعضهم إلى سوءة بعض، وكان موسى عليه السلام يغتسل وحده. فقالوا والله ما يمنع موسى ان يغتسل معنا الا انه ادر قال فذهب مره يغتسل فوضع ثوبه على حجر ففر الحجر بثوبه قال فجمح موسى باثره يقول ثوبي حجر ثوبي حجر حتى نظرت بنو اسرائيل الى سوءه موسى قالوا والله ما بموسى من باس فقام الحجر حتى نظر اليه قال: فأخذ ثوبه فطفق بالحجر ضربا. قال أبو هريرة: والله إنه بالحجر ندب ستة أو سبعة ضرب موسى بالحجر. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي ومحمد بن حاتم بن ميمون جميعا عن محمد بن بكر، قال أخبرنا ابن جريج: حا وحدثني إسحاق بن منصور ومحمد بن رافع واللفظ لهما، قال إسحاق أخبرنا وقال ابن رافع: حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج، أخبرني عمرو بن دينار أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: لما بنيت الكعبة، ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وعباس ينقلان حجارة. فقال العباس للنبي صلى الله عليه وسلم: اجعل إزارك على عاتقك من الحجارة، ففعل فخر إلى الأرض، وطمحت عيناه إلى السماء، ثم قام فقال: إزاري إزاري، فشد عليه إزاره، قال ابن رافع في روايته: على رقبتك، ولم يقل على عاتقك. وحدثنا زهير بن حرب حدثنا روح بن عبادة حدثنا زكريا بن إسحاق حدثنا عمرو بن دينار قال سمعت جابر بن عبد الله يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينقل معهم الحجارة للكعبة وعليه إزاره فقال له العباس عمه يا ابن أخي لو حللت إزارك فجعلته على منكبك دون الحجارة قال فحله فجعله على منكبه، فسقط مغشيا عليه، قال: فما رؤي بعد ذلك اليوم عريانا. حدثنا سعيد بن يحيى الاموي، حدثني ابي، حدثنا عثمان بن حكيم بن عباد بن حنيف الانصاري، اخبرني ابو امامة بن سهل بن حنيف عن المسور بن مخرمه، قال: أقبلت بحجر أحمله ثقيل، وعليّ إزار خفيف، قال: فانحل إزاري ومعي الحجر، لم أستطع أن أضعه حتى بلغت به إلى موضعه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إرجع إلى ثوبك فخذه ولا تمشو عراه. حدثنا شيبان بن فروخ وعبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي. قال: حدثنا مهدي وهو ابن ميمون، حدثنا محمد بن عبد الله بن ابي يعقوب عن الحسن بن سعد مولى الحسن بن علي، عن عبد الله بن جعفر، قال: أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم خلفه، فأسر إلي حديثا لا أحدث به أحدا من الناس. وكان أحب ما استتر به رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته هدف أو حائش نخل، قال ابن أسماء في حديثه يعني حائط نخل. وحدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر، قال يحيى بن يحيى أخبرنا، وقال الآخرون: حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن شريك. يعني ابن ابي نمر. عن عبد الرحمن بن ابي سعيد الخدري عن ابيه قال: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين الى قباء، حتى اذا كنا في بني سالم، وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على باب عتبان، فصرخ به فخرج يجر ازاره، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعجلنا الرجل. فقال عتبان: يا رسول الله، أرأيت الرجل يعجل عن امرأته ولم يمن ماذا عليه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الماء من الماء. حدثنا هارون بن سعيد الأيلي، حدثنا ابن وهب: أخبرني عمرو بن الحارث عن ابن شهاب حدثه، أن أبا سلمة بن عبد الرحمن حدثه. عن ابي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال انما الماء من الماء حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري حدثنا المعتمر حدثنا ابي حدثنا ابو العلاء بن الشخير قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينسخ حديثه بعضه بعضا كما ينسخ القرآن بعضه بعضا. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا غندر عن شعبة، حا، وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قالا، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن الحكم، عن ذكوان عن أبي سعيد الخدري، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مر على رجل من الأنصار فأرسل إليه فخرج ورأسه يخطر فقال لعلنا أعجلناك قال نعم يا رسول الله قال إذا أعجلت أو أقحطت فلا غسل عليك وعليك الوضوء وقال ابن بشار إذا أعجلت أو أقحط حدثنا أبو الربيع الزهراني حدثنا حماد حدثنا هشام بن عروة حا وحدثنا أبو كريب محمد بن العلاء واللفظ له حدثنا أبو معاوية حدثنا هشام عن أبيه عن أبي أيوب عن أبي بن كعب قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يصيب من المرأة ثم يكسل فقال يغسل ما أصابه من المرأة ثم يتوضا ويصلي وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبه عن هشام بن عروه حدثني ابي عن الملي عن الملي يعني بقوله الملي عن الملي ابو ايوب عن ابي بن كعب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في الرجل يأتي أهله ثم لا ينزل قال يغسل ذكره ويتوضأ وحدثني زهير بن حرب، وعبد بن حميد قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث حا وحدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد واللفظ له حدثني أبي عن جدي عن الحسين بن زكوان عن يحيى بن أبي كثير اخبرني ابو سلمه ان عطاء بن يسار اخبره ان زيد بن خالد الجهني اخبره انه سال عثمان بن عفان قال قلت ارايت اذا جامع الرجل امراته ولم يمن قال عثمان يتوضا كما يتوضا للصلاه ويغسل ذكره قال عثمان سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد: حدثني أبي عن جدي، عن الحسين قال يحيى: وأخبرني أبو سلمة أن عروة بن الزبير أخبره، أن أبا أيوب أخبره، أنه سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدثني زهير بن حرب وأبو غسان المسمعي: حا وحدثناه محمد بن المثنى وابن بشار، قالوا: حدثنا معاذ بن هشام، قال: حدثني أبي عن قتادة، ومطر عن الحسن، عن أبي رافع، عن أبي هريرة أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب عليه الغسل، وفي حديث مطر: وإن لم ينزل. قال زهير من بينهم بين أشعبها الأربع. حدثنا محمد بن عمرو بن عباد بن جبلة، حدثنا محمد بن أبي عدي حا، وحدثنا محمد بن المثنى، حدثني وهب بن جرير، كلاهما عن شعبة، عن قتادة بهذا الإسناد مثله، غير أن في حديث شعبة، ثم اجتهد ولم يقل. وإن لم ينزل. وحدثنا محمد بن المثنى، حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري، حدثنا هشام بن حسان، حدثنا حميد بن هلال عن أبي بردة، عن أبي موسى الأشعري، حا، وحدثنا محمد بن المثنى، حدثنا عبد الأعلى، وهذا حديثه. حدثنا هشام عن حميد بن هلال قال: ولا اعلمه الا عن ابي برده عن ابي موسى قال اختلف في ذلك رهط من المهاجرين والانصار فقال الانصاريون لا يجب الغسل الا من الدفق او من الماء وقال المهاجرون بل اذا خالط فقد وجب الغسل قال قال ابو موسى فانا اشفيكم من ذلك فقمت فاستاذنت على عائشه فاذن لي فقلت لها يا أماه أو يا أم المؤمنين إني أريد أن أسألك عن شيء وإني أستحييك فقالت لا تستحي أن تسألني عما كنت سائلا عنه أمك التي ولدتك فإنما أنا أمك قلت فما يوجب الغسل قالت على الخبير سقط قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل حدثنا هارون بن معروف وهارون بن سعيد الايلي قالا حدثنا ابن وهب اخبرني عياض بن عبد الله عن ابي الزبير عن جابر بن عبد الله عن ام كلثوم عن عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت ان رجلا سال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجامع اهله ثم يكسل هل عليهما الغسل وعائشه جالسه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني لافعل ذلك انا وهذه ثم نغتسل وحدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثني ابي عن جدي حدثني عقيل بن خالد قال: قال ابن شهاب: أخبرني عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن خارجة بن زيد الأنصاري أخبره أن أباه زيد بن ثابت قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الوضوء مما مست النار. قال ابن شهاب: أخبرني عمر بن عبد العزيز أن عبد الله بن إبراهيم بن قارض أخبره أنه وجد أبا هريرة يتوضأ على المسجد فقال إنما أتوضأ من أثوار أقط أكلتها لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول توضأوا مما مست النار قال ابن شهاب أخبرني سعيد بن خالد بن عمرو بن عثمان، وأنا أحدثه هذا الحديث، أنه سأل عروة بن الزبير عن الوضوء مما مست النار، فقال عروة: سمعت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: توضأوا مما مست النار. حدثنا عبد الله بن مسلمه بن قعنب حدثنا مالك عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اكل كتف شاه ثم صلى ولم يتوضا وحدثنا زهير بن حرب حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام بن عروه اخبرني وهب بن كيسان عن محمد بن عمرو بن عطاء عن ابن عباس، حا، وحدثني الزهري عن علي بن عبد الله بن عباس، عن ابن عباس، حا، وحدثني محمد بن علي عن ابيه عن ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل عرقا أو لحما ثم صلى ولم يتوضأ ولم يمس ماء. وحدثنا محمد بن الصباح، حدثنا إبراهيم بن سعد، حدثنا الزهري عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري، عن أبيه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتز من كتف يأكل منها، ثم صلى ولم يتوضأ. حدثني أحمد بن عيسى، حدثنا ابن وهب، أخبرني عمرو بن الحارث عن ابن شهاب عن جعفر بن عمرو بن امية الضمري عن ابيه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتز من كتف شاه فأكل منها فدعي الى الصلاة فقام وطرح السكين وصلى ولم يتوضأ. قال ابن شهاب: وحدثني علي بن عبد الله بن عباس عن ابيه. عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. قال عمرو: وحدثني بكير بن الاشج عن كريب مولى بن عباس عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم اكل عندها كتفا ثم صلى ولم يتوضا. قال عمرو: حدثني جعفر بن ربيعة عن يعقوب بن الأشج عن كُريب مولى بن عباس عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. قال عمرو: حدثني سعيد بن أبي هلال عن عبد الله بن عبيد الله بن أبي رافع عن أبي غطفان عن أبي رافع قال: أشهد لكنت أشوي لرسول الله صلى الله عليه وسلم بطن الشاه. ثم صلى ولم يتوضا حدثنا قتيبه بن سعيد حدثنا ليث عن عقيل عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم شرب لبنا ثم دعا بماء فتمضمض وقال ان له دسما وحدثني أحمد بن عيسى، حدثنا ابن وهب، وأخبرني عمرو، حا، وحدثني زهير بن حرب، حدثنا يحيى بن سعيد عن الأوزاعي، حا، وحدثني حرملة بن يحيى، أخبرنا ابن وهب، حدثني يونس كلهم عن ابن شهاب، بإسناد عقيل، عن الزهري مثله. وحدثني علي بن حجر، حدثنا إسماعيل بن جعفر حدثنا محمد بن عمرو بن حلحلة عن محمد بن عمرو بن عطاء عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع عليه ثيابه ثم خرج إلى الصلاة فأتي بهدية خبز ولحم فأكل ثلاث لقم ثم صلى بالناس ومام السماء وحدثناه أبو كُريب، حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير، حدثنا محمد بن عمرو بن عطاء، قال: كنت مع ابن عباس، وساق الحديث بمعنى حديث ابن حلحلة، وفيه أن ابن عباس شهد ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: صلى ولم يقل بالناس. حدثنا أبو كامل فضيل بن حسين الجحدري، حدثنا أبو عوانة عن عثمان بن عبد الله بن موهب، عن جعفر بن أبي ثور، عن جابر بن سمرة، أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أأتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت فتوضأ، وإن شئت فلا توضأ. قال: أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم. فتوضأ من لحوم الإبل. قال: أصلي في مرابض الغنم؟ قال: نعم. قال: أصلي في مبارك الإبل؟ قال: لا. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا معاوية بن عمرو، حدثنا زائدة عن سماك، حا، وحدثني القاسم بن زكرياء، حدثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان. عن عثمان بن عبد الله بن موهب وأشعث بن أبي الشعثاء كلهم عن جعفر بن أبي ثور عن جابر بن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث أبي كامل عن أبي عوانة وحدثني عمرو الناقد وزهير بن حرب حا وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة جميعا عن ابن عيينة قال عمرو: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري، عن سعيد وعباد بن تميم، عن عمه: شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم: الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحا. قال أبو بكر وزهير بن حرب في روايتهما: هو عبد الله بن زيد. وحدثني زهير بن حرب حدثنا جرير عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا؟ فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وحدثنا يحيى بن يحيى وابو بكر بن ابي شيبه وعمر الناقد وابن ابي عمر جميعا عن ابن عيينه، قال يحيى: اخبرنا سفيان بن عيينه عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس قال: تصدق على مولاه لميمونه بشاه فماتت فمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هل لا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به فقالوا إنها ميتة فقال إنما حرم أكلها قال أبو بكر وابن أبي عمر في حديثهما عن ميمونة رضي الله عنها وحدثني أبو الطاهر وحرمله قالا حدثنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد شاة ميتة أعطيتها مولاة لميمونة من الصدقة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل انتفعتم بجلدها قالوا إنها ميتة فقال إنما حرم أكلها حدثنا حسن الحلواني وعبد بن حميد جميعا عن يعقوب بن ابراهيم بن سعد حدثني ابي عن صالح عن ابن شهاب بهذا الاسناد بنحو روايه يونس. وحدثنا ابن ابي عمر وعبد الله بن محمد الزهري واللفظ لابن ابي عمر قالا حدثنا سفيان عن عمر عن عطاء عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بشاة مطروحة أعطيتها مولاة لميمونة من الصدقة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخذوا إهابها فدبغوه فانتفعوا به. حدثنا أحمد بن عثمان النوفلي، حدثنا أبو عاصم، حدثنا ابن جريج، أخبرني عمرو بن دينار، أخبرني عطاء منذ حين، قال أخبرني ابن عباس أن ميمونة أخبرته أن داجنة كانت لبعض نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم فماتت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخذتم إهابها فاستمتعتم به. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عبد الرحيم بن سليمان، عن عبد الملك بن أبي سليمان، عن عطاء عن ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بشاة لمولاة لميمونة فقال: ألا انتفعتم بإهابها. حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا سليمان بن بلال عن زيد بن أسلم أن عبد الرحمن بن وعلة أخبره عن عبد الله بن عباس قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا دبغ الإهاب فقد طهر وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد قالا حدثنا ابن عيينة حا وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد حا وحدثنا أبو كريب وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن وكيع عن سفيان كلهم عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن وعله عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله يعني حديث يحيى بن يحيى. حدثني اسحاق بن منصور وابو بكر بن اسحاق قال ابو بكر حدثنا وقال ابن منصور اخبرنا عمرو بن الربيع اخبرنا يحيى بن ايوب عن يزيد بن ابي حبيب أن أبا الخير حدثه قال رأيت على ابن وعلة السبئي فروى فمسسته فقال ما لك تمسه قد سألت عبد الله بن عباس قلت إنا نكون بالمغرب ومعنا البربر والمجوس نؤتى بالكبش قد ذبحوه ونحن لا نأكل ذبائحهم ويأتون بالسقاء يجعلون فيه الودك فقال ابن عباس قد سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: دباغه طهوره. وحدثني اسحاق بن منصور وابو بكر بن اسحاق عن عمرو بن الربيع. اخبرنا يحيى بن ايوب عن جعفر بن ربيعه عن ابي الخير حدثه قال: حدثني ابن وعلة السبئي قال: سألت عبد الله بن عباس قلت إنا نكون بالمغرب، فيأتينا المجوس بالأسقية فيها الماء والودك، فقال اشرب، فقلت أرأي تراه؟ فقال ابن عباس: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: دباغه طهوره. حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه عن عائشة أنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش انقطع عقد لي. فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه، وأقام الناس معه، وليسوا على ماء، وليس معهم ماء. فأتى الناس إلى أبي بكر فقالوا: ألا ترى إلى ما صنعت عائشة؟ اقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالناس معه وليسوا على ماء وليس معهم ماء فجاء ابو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع راسه على فخذي قد نام فقال حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء قالت فعاتبني ابو بكر وقال ما شاء الله ان يقول وجعل يطعن بيده في خاصرتي فلا يمنعني من التحرك الا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اصبح على غير ماء فانزل الله ايه التيمم فتيمموا فقال اسيد بن الحضير وهو احد النقباء ما هي باول بركتكم يا ال ابي بكر فقالت عائشة: فبعثنا البعير الذي كنت عليه، فوجدنا العقد تحته. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو أسامة حا، وحدثنا أبو كريب، حدثنا أبو أسامة وابن بشر عن هشام عن أبيه، عن عائشة: أنها استعارت من أسماء قلادة فهلكت. فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا من أصحابه في طلبها، فأدركتهم الصلاة فصلوا بغير وضوء، فلما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم شكوا ذلك إليه، فنزلت آية التيمم، فقال أسيد بن حضير: جزاك الله خيرا، فوالله ما نزل بك أمر قط إلا جعل الله لك منه مخرجا. وجعل للمسلمين فيه بركه حدثنا يحيى بن يحيى وابو بكر بن ابي شيبه وابن نمير جميعا عن ابي معاويه قال ابو بكر حدثنا ابو معاويه عن الاعمش عن شقيق قال كنت جالسا مع عبد الله وابي موسى فقال ابو موسى يا ابا عبد الرحمن أرأيت لو أن رجلاً أجنب فلم يجد الماء شهراً كيف يصنع بالصلاة؟ فقال عبد الله: لا يتيمم وإن لم يجد الماء شهراً. فقال أبو موسى: فكيف بهذه الآية في سورة المائدة؟ فلم تجدوا ماءً فتيمموا صعيداً طيباً. فقال عبد الله: لو رخص لهم في هذه الآية لاوشك اذا برد عليهم الماء ان يتيمموا بالصعيد فقال ابو موسى لعبد الله الم تسمع قول عمار بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجه فاجنبت فلم اجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابه ثم اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا. ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين، وظاهر كفيه ووجهه. فقال عبد الله: أولم ترى عمر لم يقنع بقول عمار؟ وحدثنا أبو كامل الجحدري، حدثنا عبد الواحد، حدثنا الأعمش عن شقيق قال: قال أبو موسى لعبد الله وساق الحديث بقصته نحو حديث أبي معاوية، غير أنه قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما كان يكفيك أن تقول هكذا، وضرب بيده إلى الأرض، فنفض يديه فمسح وجهه وكفيه. حدثني عبد الله بن هاشم العبدي، حدثنا يحيى. يعني ابن سعيد القطان عن شعبة قال: حدثني الحكم عن زر عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه أن رجلا أتى عمر فقال: إني أجنبت فلم أجد ماء فقال لا تصل فقال عمار: أما تذكر يا أمير المؤمنين إذ أنا وأنت في سرية فأجنبنا فلم نجد ماء فأما أنت فلم تصل واما انا فتمعكت في التراب وصليت فقال النبي صلى الله عليه وسلم انما كان يكفيك ان تضرب بيديك الارض ثم تنفخ ثم تمسح بهما وجهك وكفيك فقال عمر اتق الله يا عمار قال ان شئت لم احدث به قال الحكم وحدثنيه ابن عبد الرحمن بن ابزع عن ابيه مثل حديث ذر قال وحدثني سلمة عن ذر في هذا الإسناد الذي ذكر الحكم فقال عمر نوليك ما توليت وحدثني إسحاق بن منصور حدثنا النضر بن شميل أخبرنا شعبة عن الحكم قال سمعت ذرا عن ابن عبد الرحمن بن أبزا قال قال الحكم وقد سمعته من ابن عبد الرحمن بن أبزا عن أبيه أن رجلا أتى عمر فقال إني أجنبت فلم أجد ماء وساق الحديث وزاد فيه قال عمار يا أمير المؤمنين إن شئت لما جعل الله علي من حقك لا أحدث به أحدا ولم يذكر حدثني سلمة عن ذر قال مسلم وروى الليث بن سعد عن جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن عمير مولى بن عباس انه سمعه يقول اقبلت انا وعبد الرحمن بن يسار مولى ميمونه زوج النبي صلى الله عليه وسلم حتى دخلنا على ابي الجهم بن الحارث بن الصمه الانصاري فقال ابو الجهم اقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه حتى اقبل على الجدار فمسح وجهه ويديه ثم رد عليه السلام. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا ابي، حدثنا سفيان عن الضحاك بن عثمان، عن نافع عن ابن عمر ان رجلا مر ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبول فسلم فلم يرد عليه حدثني زهير بن حرب حدثنا يحيى يعني ابن سعيد قال حميد حدثنا حا وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة واللفظ له حدثنا إسماعيل بن علية عن حميد الطويل عن أبي رافع عن أبي هريرة أنه لقيه النبي صلى الله عليه وسلم في طريق من طرق المدينه وهو جنب فانسل فذهب فاغتسل فتفقده النبي صلى الله عليه وسلم فلما جاءه قال اين كنت يا ابا هريره قال يا رسول الله لقيتني وانا جنب فكرهت ان اجالسك حتى اغتسل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان الله ان المؤمن لا ينجس وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قالا حدثنا وكيع عن مسعل عن واصل عن أبي وائل عن حذيفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقيه وهو جنب، فحاد عنه فاغتسل ثم جاء فقال كنت جنبا، قال إن المسلم لا ينجس حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء وإبراهيم بن موسى قال حدثنا ابن أبي زائدة عن أبيه عن خالد بن سلمة عن البهي عن عروة عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وأبو الربيع الزهراني قال يحيى أخبرنا حماد بن زيد وقال أبو الربيع حدثنا حماد عن عمرو بن دينار عن سعيد بن الحويرث عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج من الخلاء فاطي بطعام فذكروا له الوضوء فقال اريد ان اصلي فاتوضا وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه حدثنا سفيان بن عيينه عن عمرو عن سعيد بن الحويرث سمعت ابن عباس يقول كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاء من الغائط واتي بطعام فقيل له الا توضأ فقال لما اصلي فاتوضأ وحدثنا يحيى بن يحيى اخبرنا محمد بن مسلم الطائفي عن عمرو بن دينار عن سعيد بن الحويرث مولى آل السائب أنه سمع عبد الله بن عباس قال ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الغائط فلما جاء قدم له طعام فقيل يا رسول الله ألا توضأ قال لما أل الصلاة وحدثني محمد بن عمرو بن عباد بن جبلة حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج قال حدثنا سعيد بن حويرث أنه سمع ابن عباس يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قضى حاجته من الخلاء، فقرب إليه طعام فأكل ولم يمس السماء. قال وزادني عمرو بن دينار عن سعيد بن الحويرث أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له إنك لم توضأ، قال ما أردت صلاة فأتوضأ. وزعم عمرو. انه سمع من سعيد بن الحويرث حدثنا يحيى بن يحيى اخبرنا حماد بن زيد وقال يحيى ايضا اخبرنا هشيم كلاهما عن عبد العزيز بن صهيب عن انس في حديث حماد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل الخلاء وفي حديث هشيم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الكنيف قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قالا حدثنا إسماعيل وهو ابن علية عن عبد العزيز بهذا الإسناد وقال أعوذ بالله من الخبث والخبائث حدثني زهير بن حرب حدثنا إسماعيل بن علية حا وحدثنا شيبان بن فروخ حدثنا عبد الوارث كلاهما عن عبد العزيز عن أنس قال أقيمت الصلاة ورسول الله صلى الله عليه وسلم نجي لرجل وفي حديث عبد الوارث ونبي الله صلى الله عليه وسلم يناجي الرجل فما قام إلى الصلاة حتى نام القوم حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري: حدثنا أبي، حدثنا شعبة عن عبد العزيز بن صهيب: سمع أنس بن مالك قال: أقيمت الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم يناجي رجلا، فلم يزل يناجيه حتى نام أصحابه، ثم جاء فصلى بهم. وحدثني يحيى بن حبيب الحارثي: حدثنا خالد وهو ابن الحارث، حدثنا شعبة عن قتادة قال: سمعت أنسًا يقول: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون ثم يصلون ولا يتوضؤون. قال: قلت: سمعته من أنس، قال: إي والله. حدثني أحمد بن سعيد بن صخر الدارمي، حدثنا حبان: حدثنا حماد عن ثابت عن انس انه قال اقيمت صلاه العشاء فقال رجل لي حاجه فقام النبي صلى الله عليه وسلم يناجيه حتى نام القوم او بعض القوم ثم صلوا